صغري كان عندي شغف للبرمجة، دخلت برامج صيفية وتعلمت البرمجة من خلال الانترنت. ولما قريت عن استخدام البرمجة وخاصة الذكاء الصناعي في تشخيص السرطان واستخدامه في الطب، أبهرني بأنني أستطيع أن أنقذ الأرواح باستخدام البرمجة. حققت المركز الثاني في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وأيضا ترشحت لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم الهندسة آيسف. كان مشروعي في مجال الأحياء الحسابي والمعلوماتية، وكان مشروعي عبارة عن برمجة سوفتوير يستخدم الذكاء الصناعي لتشخيص السرطان وتحديد نوعه من عينات الدم. طبعا الفوز جاء بعد شهور من التعب وشهور من الشغل، والحمد لله حاسس بفخر أني سأمثل المملكة في المعرض الدولي في مجال أحبه، كمان في مجال الذكاء الصناعي. من أبرز الصعوبات اللي واجهتها، لأن أنا حاليا طالب ثالث ثانوي، فكان عندي أعمال في المدرسة وكان عندي أيضا تقديمات جامعة، فالوقت كان أصعب شيء بالنسبة لي، تنظيم الوقت وإدارة الوقت، وخاصة أن كان جدولي مزحوم، أصحابي يسألوني إذا أريد أطلع معهم، ولكن للأسف كنت مشغول. طموحي بأن أكون عالم، سواء أن أطور في العلم النظري أو باختراعات تفيد الإنسانية.